صباح الورد والفل والياسمين والعنبر متابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج معكم في رمضان، بحلقه اليوم 27 من نيسان وحلقه 15 رمضان. رح نحكي اليوم عن موضوع كتار تواصلوا معي وطلبوا نسال راي المختصين فيه، الا وهو موضوع اتباع نظام حميه غذائي بشهر رمضان، هل له فائده ام لا؟ إلى جانب أنه نناقش نقطة معينة، مناقشة نقطة تتعلق بزيادة الوزن يلي كتار من الأشخاص بيتحدثوا عن أنه عم تصير عندهم زيادة في الوزن في شهر رمضان، وأيضا رح نناقش أيضا فكرة مهمة للغاية وهو دردشة صغيرة حول موضوع المشروبات العشبية، وأيضا موضوع في غاية الأهمية وهو خلطات الديتوكس. رح نعرف أكثر شو يعني خلطات الديتوكس أكيد مع ضيفتنا الأستاذة راما ناصر وهي أخصائية تغذية معتمدة. كمان حبيت يكون سؤالنا التفاعلي لليوم هو على الشكل التالي، هل سبق وأن اتبعت نظام حمية في شهر رمضان وكيف كانت النتائج؟ ما بدي انسى اذكركم انه فيكم طبعا تشاركونا وتتواصلوا معنا على الارقام 0352 234 16 او 17، وايضا فيكم تعلقوا مباشره وتشاركونا بارائكم بصفحتنا على الفيسبوك ببث المباشر او حتى على اليوتيوب لحتى نوصل ارائكم واصواتكم مباشره لضيفتنا الكريمه. اما هلا فرح نروح لفاصل قصير وبنرجع بعده لنتابع، خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا، حلقتنا ابتدت اليوم بحلقه 15 رمضان وهي الحلقه يلي موضوعها مهم للغايه. بالفعل كثار من الاشخاص وكثار من الاصدقاء لربما والتعليقات اللي كانت عم توصلنا للسؤال عن موضوع ليش بصير زياده وزن في رمضان، شو هي الاخطاء الشائعه اللي بتصير بسبب هذا الموضوع وموضوع زياده الوزن الحاصله، وايضا هل سبق واحد منكم اتبع نظام حميه، ما فائده اتباع نظام حمية أو نظام غذائي معين في شهر رمضان. بدي رحب بضيفتنا الأستاذة راما ناصر وهي أخصائية تغذية، يسعدني صباحك وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب، صباح الخير. صباحك يا رب إن شاء الله. الله شلون صيامك أستاذة؟ الحمد لله، الله يا رب يتقبل الجميع، وبيكون صيام سهل بوقت الحظر يلي جاي. تمام، امين يا رب. اي والله دكتوره او استاذه راما، بالبدايه نحن حابين نعرف، كثار من الاشخاص بيقولوا لك انه نحن في عنا ساعات صيام طويله بشهر رمضان ومع ذلك بصير في عنا زياده في الوزن، ما سبب هي الزياده لربما اللي بتحدث عند كثار من الاشخاص؟ يسعد اوقاتك استاذه هلا. اهلا وسهلا فيك. بتعرفي اكثر شيء عنا انه افضل نوع برنامج غذائي مشي عليه اللي اثبتت عليه افضل دراسات هو الصيام المتقطع، اللي هو بتكون عم بتصومي تقريبا لمده اكثر برنامج غذائي بينزل عليه الوزن. نعم عم بسمع. تمام، نحن عم بصير عندنا اللي نحن عن شهر رمضان انه نحن بنصوم من 14 ل 18 ساعة تقريبا، وإذا في بلاد ثانية أكثر من هيك وقت، بس بنصوم كل هالوقت وآخر شيء بنلاقي إنه الأشخاص عم بيزيد وزنه. بالضبط. طب شو هي الأخطاء يلي عم بتصير؟ وصلنا لهي المرحلة أكيد ما من ولا شيء، أكيد في شيء كثير كبير عم نعمله غلط، والله في عالم بتقلي أنا ما عم بعمل مشي بزيد وزني، لا نحن عم نعمل كثير اشياء ما عم نعرف شو هي، ما عم نعرف وين السعرات الحراريه مخبايه، واحيانا بنعرف وبنلاقي الوزن عم بيزيد. اذا الحل هو بالسعرات الحراريه تقريبا يلي نحن عم نتناولها بشكل يومي، سواء كان بوجبه الافطار او حتى بوجبه السحور لربما. خليني اقسم لك اياها لخمس نقط. يا ريت. خمس اخطاء نعملها لزياده الوزن، مع انه المفروض يكون رمضان شهر الصيام ليقدر الوزن ينزل للجسم يرتفع، بس نحن عم نعمل اخطاء عم تخلي يصير العكس ويزيد وزننا. هلا المفروض بس لما نحن نفطر نخلص صيامنا ونفطر، عاده المفروض نشرب وين؟ نعم نشرب بلش باول وتمر. نقطه بالضبط، اول نقطه العالم اللي بتساويه بتكون عطشانه
تعبانه بدها طاقه، بدل ما ناخذ كاسه المي ناخذ كاسه العصير. بالضبط. وهذا خطا كثير بنشوفه كثير عالم تعمله. وبنتفنن استاذة رام، بنتفنن بالعصائر، يعني عندك التمر هندي والعرقسوس ولربما الجلاب، في انواع العصائر اللي اصلا هي بتكون صناعيه يعني ما لها فريش. هلا بدنا نحكي على المشروبات اللي لها قيمه غذائيه والمشروبات اللي ما لها قيمه غذائيه. تمام. اللي لها قيمه غذائيه مثل نحكي على العصائر، العصائر الفريش. هي عصائر الفريش ممكن يكون فيها من 100 ل 150 ل 200 سعره حراريه، وغير السكر ممكن يكون 14 ل 20 جرام السكر. هي ولسه بتكون واحد عطشان وبيكب فيه كاسه واحده، ممكن لسه ياخذ كاسين وثلاثه بس هيك ليرتوي بدل ما ياخذ كاس المي. صحيح. بالضبط. وما بنبلش بس بالعصير، ممكن يكون تمر الهندي، عرق السوس، شوفي كمان الجلاب. الجلاب، المشروبات اللي اصلا بتيجي بيقولوا لك على اناناس او على بردان، بس كلها مو فريش، بتكون صناعيه. بدريك هي لسه قصه ثانيه، بدريك ما فيها قيمه غذائيه بالمره وعباره عن سكر مصنع وملونات. تماما. في شغله كثير مهمه، انه نحن لما بيكون الجهاز الهضمي ما عم بيشتغل صار له 16 ساعه، اول لقمه او اول شيء بننزله على المعده بيكون امتصاصه كثير عالي. هذا الامتصاص المفروض المستفيد منه يعطينا فيتامينات، يعطينا معادن، يعطينا شيء لقوات الجسم. نحن شو بنعطيه؟ بنعطيه مواد حافظه، كيماويات، ملونات، بدل ما نعطيه الفائده اللي هو بيحتاجها. ايوه. هون اذا اخذنا كاستين مع ثلاث قطع تمر، نحن قطعنا 300 سعره حراريه ولسه ما قلنا بسم الله. بالضبط، لسه ما بلشنا بالدسم اذا كان موجود على السفره. لسه ما بلشنا بالنقطة الثانية اللي هي المقالي. معقول رمضان بدون سمبوسك مثلا؟ مو بيصير. نعم. بلشنا على المقالي، من السمبوسك المقلي، من السبرينج رول، شوفي كمان بتحطوا فطاير الكبة مثلا. ممكن قطع الكبة المقلية، في بعض الأشخاص بحطوا من نوع من المقبلات بطاطا مقلية أيضا على السفرة، يعني البطاطا المقليه. وهلا بنبدا ناكل فيهم مع العصير، هي قبل ما تنزل لسه الوجبه الاساسيه. في اشخاص عم تستخدم مثلا القلايه الهوائيه، في عالم عم تعمل بالفرن، يعني حرام نكون حقانين لانه في عالم عن جد عم تشتغل بهي الطريقه عم بتحاول تدير بالها على صحتها. بس كمان بما تكون 100 سعره حراريه بالقلايه، من القلي بتصير 200 او 250 سعره حراريه بقطعة السمبوسك الواحدة. إذا نحن لساتنا أمام أرقام كبيرة، حتى لو عم يكون نحاول تكون شوي قدر المستطاع صحي الموضوع، بعيد عن المهدرج لربما. طبعا هلا نحن خلينا نقول شو 100 و200 و300 سعرة حرارية، هو المعدل للشخص لازم ياخذ 1500 سعرة حرارية. الشخص اللي عنده حركة كثير حرك ل 2000 سعرة حرارية، هذا المعدل باليوم. هذا لازم يكون او بالوجبه هي هذا الحكي باليوم الكامل 1500، لو بالوجبه كل العالم انبسطت. ما اذا نحن خلينا نرجع ناكد الرقم، هو بين 1500 ل 2000 سعره حراريه للشخص العادي. طبعا. الشخص المتوسط العالمي هو من بهالرقم تقريبا. جميل. منتابع نحن استاذه راما بالنقاط. هلا انت عم تقولي انه نحن لساتنا هي بالمقبلات وتجاوزنا رقم كبير من السعرات المتاحه. العصائر، المقالي، بعدين في شوربه. الشوربه يلي شفته كان اخر فتره، يلي انا استاذه هبه، يلي بتلاقي الشوربه عم يعملوها بس في فوق طبقه من الدسم، السمن او الزيت اللي مطبوخ فيه. بالضبط. او بتلاقي اللي كانت محطوطه مستخدمينها، او اذا كانت مستخدمه قالين اللحمه، او عفوا مو قالين، مغليه اللحمه سالقينها لربما مرقه اللحمه سالقين. ايوه تماما، بتصير فعلا يعني كل اهالينا صراحه كانوا يطبخوا هيك الشوربات. نعم بالضبط. هي لسه هون نحن صار في عنا دهون متحوله، صار في عنا دهون كميات كثير عاليه، بعدين عم نحكي على 100 جرام الدهون. نعم. بس نحن عم نحكي مقالي وشوربه ولساتنا ما بلشنا بالوجبه الرئيسيه. بالضبط بالضبط.
خلينا نقول العالم ما بتحب تاكل على الوجبه الرئيسيه وجبه كبيره، او بتحب تاخذ شيء قليل، شوي من الرز وشوي من البروتين والدجاج او اللحم. اول شيء اللي ممكن تقدر يتنفس فيه منيح من العصائر والمقبلات اللي نزلناها. بس الغلط اللي هو مو الوجبه الرئيسيه، شو اللي بيجي بعد الوجبه الرئيسيه؟ ممكن يرجع يكمل بالمشروبات، يعني ممكن المشروبات. وفي شغله الحلويات يلي بقى من قيم السفره بتنزل السفره يلي بعدها. نعم صحيح. والحلويات ما بتخلى من القطايف حبيبه الجماهير صحيح. في شهر رمضان القطايف المقليه المشويه مع قطر، وتلاقي بيشربوها قطر. يعني شو في كمان غير القطايف بتاخده؟ في ممكن الهريسه، ممكن الاشخاص بعض الاشخاص يجيبوا الشعيبيات اللي بتعتمد على الشعيريه وهدول الشغلات، طبعا كلهم محشيه حتكون مثل ما قلتي مكسرات وفستق، اذا ما كانت هي اصلا بتكون مطبوخه بالسمن العربي. فعدا عن هذا الموضوع هي مثل ما قلتي كثيفه بالسعرات الحراريه حتكون. لا، وهي كيف شو الخلطه السحريه تبعها؟ انه هي عباره عن عجين مقلي، صح، عجين مقلي ومضاف عليه سكر. هي الخلطه السحريه اللي بتسويها كثير. عم ناخذ فقط عباره عن نشويات اللي هي بكميات كبيره بتسبب زياده بالوزن. طيب نحن احنا وصلنا هيك بس استاذه راما، نحن صار في عنا هي السفره المليئه بالشغلات، سواء الحلويات، السكريات، مثل ما قلت المواد الكيميائيه، الملونات، كل هدول الشغلات هي عم تكون مبرر اول لزياده الوزن. هي من النقاط اللي كنت عم تذكريها، الاخطاء الشائعه لزياده الوزن. صحيح. عصائر، المقالي، بعد المقالي الوجبة الرئيسية، بس اللي بيجي الأهم هو الحلو. نعم. يلي بيكون يلي نحن ما بنصدق نخلص الوجبة إلا نبلش فيه. دائما بنبلش بوقت القهوة أو وقت الشاي. حتى القهوة والشاي لا تقولي كمان بزيدوا وزن حاجتنا. الموضوع مو بالقهوه والشاي نفسهم، بس نحن ما بنحب، اغلب الاشخاص بيقولوا لي لا ما بدنا نضيف سكر على الشاي او القهوه. نعم. لانه بدنا ناخذ جنبها حلو. المشكله بالشاي والقهوه بخلينا ناخذ حلو اكثر، بنستهلك من الحلويات اكثر. تلاقي كاسه شاي وراها تمام. استاذه رامي بس شوي قطش الصوت. بكل الاحوال استاذه رامي احنا متابعين مع حضرتك، اكيد الصوت شوي قطع، رح يتم تدارك هذا الموضوع، لكن احنا مضطرين هلا نطلع فاصل اعلاني وبنرجع اكيد متابعينا لنكمل بموضوع حلقتنا، خليكم معنا. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها، كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا.
تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سياراتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار، دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري، باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا بحلقتنا معكم في رمضان، وضيفتنا المميزة الأستاذة راما ناصر، أخصائية تغذية. بدي أرجع رحب فيكي عن جديد أستاذة راما. أهلا وسهلا فيكي. يا أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. بس أنا حابة أستاذة راما قبل ذكر متابعينا وكل حدا عم يسمعنا بسؤالنا التفاعلي أو موضوع حلقتنا لحتى يقدروا يشاركوا فيه مباشرة عبر الاتصال في الأرقام التالية، هن 0350-3416 أو حتى 17. بإمكانكم تسألوا الأستاذة راما أي سؤال بخص الحميات أو موضوع زيادة الوزن. وأيضا سؤالنا التفاعلي هو هل اتبعت نظام حمية في رمضان، يعني بهذا الشهر أو حتى بأشهر رمضان السابقة، ولماذا؟ أستاذة راما، نحن كنا قبل الفاصل عم نحكي عن الأخطاء الشائعة يلي نحن منتبعها أو منمارسها بدون ما ننتبه، وبالتالي بتؤدي مباشرة لزيادة الوزن، وصار عنا رؤية واضحة بهذا الموضوع. هلأ حابين ننتقل لمحور ثاني بحلقتنا وهو نظام الحمية أو النظام الغذائي. هل ممكن بالفعل أنه نحن نطبق نظام حمية في رمضان؟ هل له فائدة هذا الشيء؟ أم يكفي أنه نحن بشهر رمضان موضوع تنظيم وقتنا بين الفطور والسحور هو كفيل بأنه يكون نظام حمية كافي؟ أستاذة، هذا سؤال كتير حلو. المشكلة اللي نحن المفروض بشهر رمضان مثل ما حكينا فيها فترة طويلة، وهذا الشيء لحاله بيساعدنا أنه ننزل من الوزن. باختصار نحن أخطاء. أستاذة، هل الصوت واضح عليك؟ أنا عم بحس إنه في تقطيش وتقطيع بالصوت، فما بعرف، إن شاء الله يا رب يكون في حل لهذا الموضوع من شباب. إحنا هلأ اتصال أستاذة راما، رح إذا ما سمعتي مظبوط المداخلة المتصل أنا ممكن أن أقول لك إياها. اتصال إجانا من أحمد على ما يبدو. السلام. وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا أحمد. الله يعافي قلبك يا رب. كيف صيامك إن شاء الله؟ تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إن شاء الله يا رب، هيك الله يتقبل صيامك. أحمد، حابب تشارك بسؤال الحلقة أو حتى تسأل الأخصائية راما أي سؤال؟ لا السؤال
تفضل. بالنسبه لموضوع زياده الوزن هلا بيجي مني انا بحكي عن نفسي شخصيا يعني نعم. انه برمضان نحن عم ناكل عن الوقت الافطار عن اليوم كله يعني نحن باليوم العادي بناكل مثلا وجبه الفطور عندنا غدا واحتمال يكون في عشاء اكيد نحن كثير فينا عم نجوع للمساء عم ناكل عن اليوم كله وهذا طبعا شيء غلط. انا هذا الغلط ما بقدر بدارته لانه انا يعني اكلي منيح ما هو اكلي قليل. ايش صرت اعمل؟ صرت اروح عن الشغل الصبح مشو وارجع المساء مشو. شو بتعمل بس رجع عيد احمد؟ مشي. 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 يعني أنا ما بقدر بس شهيتي عن الأكل. على الأقل أقدر يعني أنا حدا صاري. حاول تحرق. أيوة شهر أحلى شوي من الشيء اللي عم ناكل لأنه أكيد كله فيه سمن ودهن وشحم. مزبوط. طيب أحمد أنت حسيت حالك إنه زاد وزنك خلال هذا الوقت أو هال 15 يوم ولا لا ضبوط السر؟ لا الحمد لله ما زاد أبدا لأنه قلت لك عم بتحرك وحتى صلاة العشاء ما عم بصلي بالبيت يعني أطلع أتحرك عم بروح على الجامعة والحمد لله ما بدخل في الشرفة يعني كان موضوع الحظر. إيه بدي أقول لك. إذا واحد بيروح على الجامعة ما بيسمعوا فيه بروح بحرك حالي شوي تنشي روحة تنشي رجعة مع الصلاة يعني واحد بهضم شوي الأكل عم ياكل بس كميات كبيرة عم ناكل واحد ما بيقدر يعني يقاومها. ده كمان عم تكون مثلا تقيلة ولا لا حواضر ربما يعني لبنة جبنة على الخفيف؟ يا ريت والله ما بيسمحوا لنا بالبيت ما بيسمحوا لنا العيلة ما بيسمحوا لنا بالموضوع. الوارد يكون في طبخ وشحم ولحم ودهون. مشان هيك الحركة أفضل شيء أنا برأيي لهالموضوع. حلوة فكرتك وأكيد نحن رح نطرحها على أخصائية التغذية لتعطينا تعقيب هذا الموضوع. بدي اتشكر مداخلتك يا احمد شكرا جزيلا لك. استاذ راما كان عم يحكي احمد مش عم يقول انه نحن عم ننتقل اكيد بوجبه الافطار وعم يكون في عنا وجبه دسمه مليئه مثل ما قال بالدسم والدهن والذي منه عم يعوض بالمشي. هل المشي هو بالفعل فعال بعد وجبه الافطار؟ والله ما فيناك أو خلينا نقول المشي اللي غطوا زيادة على فوائد كبيرة على الصحة. حلو. بس ما بالمرة نعوض اللي أكلنا سعرات الحرارية كتير عالية بالمشي مستقل بالمشي. الحال طب نحن ما عم نقدر نقاوم كل هذا الأكل شو الحال إنه نحن نعمل مثلا هالوقت؟ نعم. اللي بنقدر نعمله إنه نطول بالنا شو نبلش بي الوجبة الأكل نبلش بي شرب الماء نرتاح شوي نعطي وقت لجسمنا طيب أستاذ راما لساتنا عم نعاني نفس بدي أقاطعك بعتذر منك بس لسه نحن عم نعاني مشكلة التقطيع بالصوت رح ناخذ هلا اتصال ونرجع إن شاء الله منشوف الوضع اتصال جديد صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا فيك عرفني عن حالك معك نضال نضال اهلا وسهلا فيك كيف صيامك والله الحمد لله نعاد عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله علينا وعليك يا رب ورمضان كريم نضال حابب تشارك بسؤال تفاعلي او حابب تسال الاخصائي التغذيه اي سؤال والله بدي اوجه للاستاذ سؤال بالنسبه لخميره البيره خميره البيره اي انه هي في كثير عم يطلعوا اعلانيين عم يقولوا انه هي هم للتسمين وهم لتخفيض الوزن. قصدك هي نوع من انواع الخلطات ربما عم تستخدم لتخفيف الوزن. لا هي مو خلطات هي عم يبيعوها بالصيدلية علبة فيها حب هو عبارة عن خميرة البيرة إلى طريقة إذا بده الواحد يزيد وزنه بعد الأكل أو إذا بده يخفض وزنه بياخذها قبل الأكل. بس لو تفسرنا عنها او تعطينا معلومات صحيحه بطريقه الاستخدام تبعها يعني هو اكيد بالقسم الثاني من حلقتنا منه للتسمين ومنه لتخفيض الوزن يعني. ايوه انت ما جربتها لسه ابدا انا لسه جايبه جديد بس يعني بدي اتاكد من استشاري افضل يعني من الانترنت صح طبعا طيب نحن نسال مباشره الاستاذه راما بدي اتشكر مداخلتك يا نضال وسؤالك استاذه راما كان نضال عم يسال انه موضوع هو يعني متابع لمحور حديثنا موضوع زياده الوزن فيه خلطات او احد الظروف المباعه بالصيدليات وهي خميره البيره شو رايك بهي الخميره هل مجديه انه يتم تناولها للتسمين عم يقول او حتى للتنحيف
مرحبا يا اهلا فيك. بدون هلا الصوت صار واضح ان شاء الله؟ تمام، انا هلا سمعتك تمام التمام. كنا عم نحكي على خميره البيره، اذا سمعت الموضوع صح. خميره البيره طبعا مصادر غنيه كثير بالبروتين وفيتامين دي والعناصر السيلينيوم وغيره والزنك والمغنيسيوم، وفي لها فوائد. بس كمان نحن نتاكد انه، وكمان فيها طبعا البروتين ومن هالمواضيع المفيده اللي نحن بتساعدنا. بس نحن بدنا نعتمد اذا كان في عنا لا زياده الوزن او لا انقاص الوزن، نقدر نحن نعمل هذا الشيء بالاكل بدون اي تدخلات ثانيه. يعني دائما بنحاول نروح دائما على الطرق، مثل انه بدنا ان ناخذ شيء يساعدنا يزيد وزننا، شيء يساعدنا نقص من وزننا، مع انه هو الموضوع يعني ببساطه نقدر نعرف كيف نثقف غذائيا وكيف ناخذ الاكل بالشكل الصحيح. الاكل اللي عنا بالبيت اللي نقدر ننزل نشتريه من البقاليه من السوق كافي انه لا يقدر يعطيك حاسك الغذائيه وتقدر تعرف تسيطر على وزنك، بغض النظر اذا كنا عن بدك تنقص من وزنك ولا انه تزيد من وزنك. الخميره الفوائد خميره البيره طبعا لها فوائد منيحه، بس كمان لها اعراض جانبيه اذا قدرنا اذا استخدمناها بكميات كبيره. مشان هيك ما بعرف شو كان هدفه للشخص، اذا هو كان زياده الوزن او انقاص الوزن، بس يفضل بشكل عام دائما انا هذا انصح فيه انه ناخذ الاكل الطبيعي، هو بيكون وافي وبلا تدخلات مثل الخميره او اشياء ثانيه. جميل هذا التوضيح، ان شاء الله يا رب ليكون نضال تابعنا واخذ الجواب الشافي من حضرتك. ننتقل لفكره كنا عم نحكي فيها بس كان شوي عم يقطش، انه بالفعل اتباع نظام حميه هل هو مفيد في رمضان؟ يعني بدنا مثل ما بيقول جواب شافي. استاذه هل سامعتيني؟ انا عم بسمعك تمام. سؤالي كان استاذه راما، هو هل اتباع نظام حميه او نظام غذائي برمضان امر مهم فعلا؟ استاذ راما انا سؤالي هلا رح ارجع عيده، كنت عم اقول انه هل اتباع نظام حميه او نظام غذائي في شهر رمضان امر مهم، ام يكفي هذا التوزيع والالتزام بالنظام سواء كان على الفطور او حتى على السحور؟ يعتمد على هدفك. اول شيء نحن شو يعني اتباع حميه غذائيه؟ اتباع حمية غذائية في موضوع في عنا في ماله واضح بالنسبة لأغلب الأشخاص اللي عم تسمعني. في شيء اسمه أنا أمشي على برنامج غذائي، وفي شيء اسمه اتباع حمية، وهذا موضوعين بيختلفوا عن بعض. لما أنا أتبع حمية معناتها أنا عندي مشكلة صحية، مشكلة مثلا في القولون، مشكلة في الجسم بشكل عام، أو سكري أو نوعا ما، وأنا لازم أتبع حمية. اتباع برنامج غذائي هو انك انت عم بتحاول تمشي على برنامج غذائي صحي ليقدر يلبي احتياجك من الغذاء اللي انت بتحتاجه في اليوم ليمشي الجسم او يكون الجسم بشكل صحي. فهل انا لازم اتبع على حمية غذائية؟ لا، بس انت طبعا لازم يكون عندك برنامج غذائي بناسب جسمك، مريح لجسمك، لتقدر تلبي احتياجاتك الغذائية منه. نعم، التوضيح رائع للغاية. يعني نحن بالفعل كان في عنا لبس لربما بموضوع الحمية والنظام الغذائي، طلع هذا التوضيح مهم للغاية. أنا حابة أسأل عن حمية الكيتو أو النظام الغذائي لربما هون، إذا بتصححي لي أستاذة راما، الكيتو شو اللي ملتزم فيها ربما قبل رمضان بيقدر يلتزم فيها برمضان؟ طبعا ما في مشكله اذا كانت حسب شو هو البرنامج الغذائي اللي ماشي عليه. هلا بنرجع على نفس الموضوع، في فرق بين البرنامج الغذائي والحميه. طب اذا انا عم بعاني من مشكله صحيه مثلا، لازم انا اتبع حميه معينه مثلا للقولون، خلينا نحكي على القولون العصبي. لازم يكون عندي حميه، وفي مثلا عم بتبع بشهر رمضان. اذا شخص معاه سكري، هذا اذا بيقدر يصوم ولا ما بيقدر يصوم، كيف بيقدر يضبط هذا الموضوع خلال صيامه، هذا الموضوع بيختلف. نعم استاذة راما، انا بس بدي اعتذر منك للمره يعني الاخيره، نحن مضطرين لنطلع فاصل. ما بعرف اذا عم تسمعيني استاذة راما، نحن رح نطلع لفاصل دقيقه الساعه وبنرجع مباشره لنتابع انا وياك بموضوع الكيتو. متابعين نرجع نتابع.
الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من ثلاثة عقود ونحن نكبر معكم يوماً بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربياً وعالمياً، لتكون حلويات السلطان اسماً يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراكل. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت 0553-45-59. Thank you.
ورد الفاح بعطره إذا عدنا فيكم عم تحلى حياكم ربي وبياكم أهلا بالكل ويا سلام انتو مية هالبستان فيكم ورق غصن الباب عصفورك يا مسكي غني معكم أحلى يا خلال نحنا زرعنا وانتو سقيتوا فافتح ثغرك يا رمان عودة مجددة متابعينا ببرنامج معكم في رمضان وأكيد يعتذر من كل حدا عم يتابعنا على المشاكل التقنية اللي كانت بالصوت بسبب الإنترنت أو بسبب ضعف الاتصال. أستاذة راما بدي أرجع رحب فيك عن جديد. أهلا وسهلا فيك. عم تسمعينا أستاذة راما؟ على ما يبدو استاذ راما لسه ما عم تسمعنا. بكل الاحوال متابعينا نحن حابين نكمل ونعرف راي الاستاذ راما واخصائي التغذيه بشكل عام بالموضوع خلطات الديتوكس وهو اللي مرقت عليه الاستاذ راما وحكت عن المشروبات لربما اللي بتساعد بانقاص الوزن او حتى التنحيف وما الى ذلك. حنتابع تقرير متعلق بالديتوكس اذا جاهز التقرير خلونا نتابعه وبنرجع لنكمل مع الاستاذ راما. بالرغم من عدد ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان وأنه من الممكن بسهولة استغلال ذلك في فقد الكثير من الكيلوغرامات إلا أن ما يحدث على أرض الواقع مختلف تماماً إذ أن الكثيرون يجدون صعوبة ومشقة في الاستمرار على نظامهم الغذائي في رمضان بل ويزداد الأمر سوءاً بأن الأكثر يخرجون من رمضان بزيادة ملحوظة في الوزن. يقول خبراء التغذية أن السبب في ذلك يرجع إلى ثقافة الولائم الرمضانية العامرة بكل ما لذ وطاب وأيضا العادات الغذائية الخاطئة في التعامل مع هذه الولائم دون حذر أو نظام غذائي والنتيجة تكون هي زيادة الوزن وفشل الحمية الغذائية. وللحد من ذلك ينصح بعضهم بمشروبات الديتوكس. فما هي إذن مشروبات الديتوكس؟ هي مشروبات صحية في الغالب محضرة بشكل أساسي من الماء بالإضافة لأي نوع مرغوب من الفواكه الطازجة أو الخضروات أو الأعشاب ولأنه يتم إضافة المكونات السابقة فقط للماء بدلاً من مزجها كاملة يجعل هذا محتواه من السعرات الحرارية قليل جداً وتساعد مشروبات الديتوكس في الحصول على كمية أكبر من العناصر الغذائية الهامة وتحفز عمليات الأيض وتنشطها الأمر الذي يسهل ويسرع من عملية خسارة الوزن الزائد بالإضافة لكونها خيار صحي جيد مع الوجبات الخفيفة ضمن النظام الغذائي وتمنح فترة أطول من الشعور بالشبع. عودة عن جديد متابعينا هذا تقرير مفصل عن خلطات الديتوكس وعصائر الديتوكس لربما رح نستوضح أكثر ما هي عصائر الديتوكس من الأستاذة راما. ما بعرف إذا كنت عم تتابعي معنا خلطات الديتوكس أو هذا التقرير يلي ظهر على الشاشة. رأيك بهدول الخلطات بهدول العصائر هل بالفعل اختلف صراحة يعني في أخصائيين تغذية بأيدوا هذا الموضوع بأيدوا شرب هدول المشروبات وفي ناس لا بتقلك ابتعد ومالك أنت مضطر لتتناولها. رأيك بهدول الخلطات؟ خلينا نكون واقعين كتير استاذة هلا. رحنا على كل الأخطاء الشائعة اللي حكينا عنها نحنا من الزيوت الثقيلة والسكريات الكميات عالية نجي نفكر نحنا هل شوي من الليمون والشوي من الزنجبيل حيقدر أو شوي حتى من خل حيقدر يدوب أو يحرق هاي الشحوم وهذا الشيء لا يمس بأي شيء من الأشياء العلمية أو الدراسات أنه تثبت أنه في عنا ليمون أو شوي من الخل أو من بعض العصائر حتى إذا كانت خضار تقدر تمحي هي الأخطاء اللي نحن عملناها. هل هو الديتوكس
أو خلينا نحكيها بطريقة علمية أكثر، هل هي هالمشروبات الصحية عن جد بتفيد الجسم؟ طبعا بتفيد الجسم لأنها عالية عالية بالفيتامينات وبالمعادن وكمان المي اللي نحن كتير بحاجة لتروية الجسم وترطيبه بشهر رمضان. بس هل هي بتعمل عن جد مثل كلمة ديتوكس اللي هي إزالة السموم بالجسم؟ هالحكي ما له كتير واقعي، لأنه نحن كإزالة السموم بالجسم ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ديتوكس منه وفينا. نعم. عنا الكبد هو يلي بيطلع السموم الجسم، في عنا الكلاوي هي اللي بتطلع سموم الجسم، وفي عنا الأكبر ديتوكس بكل جسمنا يلي هي البشرة. لتقدر نتخلص منها من السموم طبعا سبحان الله من خلال التعرق، من خلال الحركة، من خلال التبول، هاي كلها بنقدر نتخلص نحن من سموم الجسم. بس هلا بنحكي على الديتوكس، أنا شفت بالتقرير حاطين ديتوكس وحاطين فيه أفوكادو مثلا. هاي لحالة إذا أخذنا نحن نص أفوكادو ممكن أنه يكون فيها 250 سعرة حرارية، معناتها نحن بعد ما نخلص كل الأكل نرجع نضيف عليهم كمية دهون الكتير عالية من الديتوكس، هذا الشيء ما حيعود إلا إفادة للجسم. لما نحن بنصير ناخذ سعرات حرارية كتير عالية لجسمنا ما بيعود في إفادة، بالعكس إحنا منضر ونعمل ضغط على الجسم، ضغط على الكبد، على المعدة، على الخلايا الجسم بشكل عام. طيب أستاذة تفضلي. تفضلي أستاذة راما، عم تسمعين؟ كنا عم نحكي أكثر على الموضوع، مثلا إذا حطينا بقدونس مع ليمون وحطيناهم على الخلاط. نعم. أو حطينا مي حطينا فيها شوية خيار، طبعا نحن حنقدر نمتص الفيتامينات والمعادن وتعمل تروية للجسم بشكل أكبر. جميل. مثل إذا الخيار مع الليمون حطيناهم نقعناهم شوي بعدين رح نشربناهم مع ممكن مع شوية خل، هذا طبعا حيسهل علينا أنه يدخل السكر للخلية أكثر مثلا، أو ممكن يساعد شوي بالهضم إذا كان في زنجبيل. إيه بس هل هو عن جد بيعمل ديتوكس أو إزالة السموم وبيقدر يحرق الأغلاط اللي عملناها؟ لا بيحرق لا هو ولا حتى المشي. جميل جدا هذا التوضيح أستاذة راما، بالفعل هلا إن شاء الله يكونوا كتار من الأشخاص سمعونا وأخذوه بعين الاعتبار هذا الكلام. نحن متابعين مع حضرتك أستاذة راما، لكن رح نطلع على فاصل أخير من الإعلانات ومنرجع لنكمل. متابعينا فاصل إعلاني قصير ومنرجع لنتابع، خليكم معنا. عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة، والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرات طيبة، اسم من ذهب. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن.
واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا، أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553 45 59. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها، كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. رجعنا لكم عن جديد متابعينا بفقرتنا الأخيرة من برنامج معكم في رمضان. أستاذة راما، بدنا نختم نحن حلقتنا بعدة نصائح، لكن قبل ما نحكي عن نصائح في حال الأشخاص لازم ياخذوها بعين الاعتبار لحتى يحافظوا على وزنهم، لأنه أغلب الأشخاص بيحبوا يحافظوا على وزنهم، بدهم هنن ما يصير في زيادة بالوزن. نحكي عن هذا الجانب، لكن قبل ما ننتقل له متابعة لموضوع المشروبات، كنا عم نحكي عن المشروبات الديتوكس و إلى ذلك. مشروبات العشبية، هل تفضلي مثلا البابونج الزهورات من الواحد يشربها خلال رمضان؟ طبعا البابونج والزهورات بدل ما نحن نضل قاعدين عم ناخذ كميات عالية من الشاي والقهوة ويضاف لها جنبها حلويات، طبعا كنا ناخذ بابونج، الزهورات، الليمون، في كتير أنواع تانية ممكن كمان ناخدها من حتى في كمان عنا إذا غليناهم وحطيناهم بليمون وتركناهم شوي ليختمروا بعدين شربناهم على فترات طويلة، كمان لهم فوائد كتير منيحة للجسم ومرخية كمان للجسم. وفي منه كمان مثل البابونج له إفادة كتير على ضغط الدم مثلا، وله إفادة على الجسم بيساعد في الهضم، وكمان الزنجبيل. طبعا ننصح فيهم، أفضل ما ناخد كتير شاي ولا قهوة، وهذا الشيء خلنا ناخد حلو كميات أكبر. حلو، يعني مثل ما قلتي هي بالفترة اللي بين الإفطار والسحور يقعد الواحد يبدل بين هالمشروبات أحسن ما يضل عم يشرب منبهات وهدول الشغلات. دور الرياضة أستاذة راما، إمكان نية ممارستها برمضان قبل ما نختم بالنصائح. حكينا مع هذيك المرة أستاذة هلا على موضوع الرياضة، وحكينا على أوقاتها ممكن يكون قبل الإفطار بنص ساعة مثلا أو بساعة أو بعد الإفطار بساعتين، طبعا لها فوائد كبيرة. بس هل أنا معناتها إذا أنا رحت أكلت كميات كبيرة من الدهون وكل شيء حكينا عنهم والمقالي والحلويات أطلع أعمل رياضة لأحرقهم؟ هذا الشيء ما له منطقي ولا بالضبط معنا. يلي نحن إذا بدنا ناخد
عارفان اليوم عندي أكلة مثلا كبيرة، كنا عم نحكي على المقلوبة تماما. إذا كان في عندي أكلة مقلوبة وفيها دهن وفيها كميات كبيرة من النشويات، طب أنا إمتى بدي أعمل الرياضة؟ المفروض أن نعمل الرياضة قبل قبل الإفطار لنقدر يكون في عنا جسم مستعد وصار في ضغط على العضلة نقدر نستقبل الأكل بشكل أفضل. حلو. جسم. حلو. مو بعد أنه أنا بطلع باكل اللي بدي وبطلع بعدين بحرقه، لا ما بيشتغل الجسم بهي الطريقة. تمام، ممتاز هذا التوضيح. أستاذة راما، نبلش نحكي عن النصائح حتى يكون الأشخاص ما يصير معهم زيادة بالوزن. هلأ أنت حكيت عن أخطاء شائعة، لكن هلأ نحن هون بدنا نقول أنه شو الإجراءات اللي لازم يتبعوها بقى لحتى يحافظوا أقل شيء على الوزن، إن ما كان بدهم لا بالعكس يستفيدوا من رمضان ويصير في نقص بأوزانهم. رمضان أو شهر الصيام هو من أحسن الفرص لأننا نحن نقدر نعافي جسم ونستغله لإنقاص الوزن. بس العادة اللي عم بيصير هو بالعكس، خليني أحكي لكم بس كيف بشكل مبسط كيف يكون الموضوع عكسي نقدر نستفيد لجسمنا بشهر رمضان. أول شيء بتكون الشهية كتير عالية، نبلش بشرب المي. هذا الشيء أصلا سنة وهذا المفروض نعمله، نشرب المي، تشرب كاسين من المي وناخذ معها التمر مشان نعطي السكر وتروية للجسم وللدماغ انه بلشنا نحن نستقبل اكل. بيبدو بينزل العصارات الهاضمة بتنزل على المعدة وبيبدأ الجسم بيتقبل انه نازل عليه اكل. بعدين لما بدنا ناخذ مقالي او بدنا ناخذ السمبوسك والاكلات الطيبة، مو لا بالعكس بناخذهم، بس بدل ما ناخذهم مقلية بناخذهم مشويين. هذا بيقلل علينا من السعرات الحرارية وبيقلل علينا من الدهون والسم يلي عم بيدخل على الجسم لما بنقليهم، والقلي والزيت اللي عم بقلي فيه صار لي كل رمضان مثلا، هذا كله السموم عم تدخل على الجسم. هلا لما حملناه مشوي خففنا كثير من السعرات، وبدل ما ناخذ 3 4 5 نخليهم قطعه قطعتين. ونعمل قصه دائما بنصح فيها استاذه هلا انه اعمل على الأد. نحن 4 أفراد بالعائلة، ما ضروري أعمل كمية لعشر أشخاص. حلو. بعمل الكمية على الأد بشويهم على الأد وبخلي الباقي مشان نبلش بالوجبة الأساسية. للوجبة الأساسية نعمل حد تقريبا من نوع الزيوت أو الدهون اللي نحن عم نستخدمه، بدل ما نستخدم 4 5 معالق مثلا من الزيت قدام نستبد لها بمعلقة، ووعد حتطلع الأكل لسه كتير طيبة. والله شهيتيني حمستيني ساوية، يعني ساوية مشوية. وكمان موضوع السلطة، كمان ليش مفيد السلطة بشهر رمضان بكل أوقات طبعا، بدل ما نحط زيت كتكت مثلا على السلطة فينا نحط معلقة ولا معلقتين على الكمية لأربع أشخاص. بعد ما خلصت من الشوربة والحلويات، يعني عم تحكولنا على الشعيبيات والمامونية وتقولولنا ما في ناكل مثلا، لا أكيد فينا ناخد حلويات، بس نترك ساعتين لحتى ناخد الحلويات ونستمتع فيها. وبدل ما نجيب كميات كبيرة نجيب كميات على قدنا، ويكون الحد هو من قطعة لقطعتين تقريبا بحجم راحة اليد للشخص، ونعمل حد لقلنا. جميل جميل. وبعدين على موضوع اللقمشات من هون واللقمة من هون نحاول نسيطر على هذا الموضوع. وبس نخلص الأكل نضب الأكل والرجاع على المطبخ والرجاع على البلاد، ونخلي شوي نوعيات من الفواكه محدودة قدامنا لنقدر ناخذ منهم غذاء. نعم. وناخذ منهم ماء كمان للجسم. رائع رائع هذا الكلام استاذه راما، انا بدي اتشكرك كثير على هالمعلومات، وبدي ارجع اعتذر منك على المشاكل التقنيه بالصوت. بدي اتشكرك الاستاذه راما ناصر اخصائيه التغذيه معتمده، شكرا جزيلا لك على كل هالايضاح. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيكي. متابعينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج معكم في رمضان، كل الشكر لكادر مسك، واكيد لقانا رح يتجدد بكره. كنت معكم انا هلا الملاح، الى اللقاء. بالهم بنا